مشاكل كبيره وفي انقسام داخل اللجان المشتركه في هذه الاثناء، خصوصا فيما يتعلق بالشروط التي وضعها صندوق او البنك الدولي بهذه الاتفاقيه، والتي توحي بان هناك وصايه او هناك يعني مس بالسياده الوطنيه. هل برايك سوف تسلك ام هلا التسلك؟ بدك تشوفي اول شيء الطريقه اللي جاي فيها على مجلس وزراء منقوصه دستوريا. المفروض يجتمع مجلس وزراء ولو حكومة تصريف أعمال، يجتمع مجلس وزراء ويقر لهذه ويبعثها على مجلس النواب. الأمر الذي لم يحصل يكتب فيه مثل ما قال اللواء السيد أنه توقيع رئيس جمهورية، توقيع رئيس حكومة وبعثوها. هاي واحد. اثنين، أنا ما بعرف ليش مجلس وزراء ما بيجتمع، يعني إذا كانت حكومة تصريف أعمال يعني. طيب ما هذا البلد بالآخر سلطة استمرار إلى حين تأليف حكومة، لازم هيدار يجتمع وياخذ قرارات. بده ينقال انه والله الاطار الضيق، الاطار الضيق لتصريف. شو الاطار الضيق لتصريف الاعمال؟ شو الاطار الضيق؟ ما في شيء بالعالم بالسلطه اسمه فراغ واستئاله. في حالات الاستئاله اذا ما تامن السلطه البديله او المؤسسه البديله بدها يضل مستمره. ولكن لماذا برايك لا يريد الرئيس حسان دياب ان يفعل يعني هذا سؤال حكومته هذا في هذه هذا المرحله؟ سؤال كبير، انه ليش مستقيل من صلاحياتك كلها؟ ليه هل شايفين البلد هل هو يتجنب برايك ان ترمى بوجهه او ان يتحمل وزر قرارات ثقيله، قرارات قد تكون غير شعبيه بحجم رفع الدعم؟ لا. مثلا اول شيء رفع يعني الدعم ما لذلك هو يحصر نفسه فقط وحكومته بتصريف الاعمال الضيق. رفع الدعم يطمن ما راح يصير رفع دعم، لانه اذا بده يصير كمان بيطلع مليارين جداد كمان روقي فرح يصير رفع دعم، ما بيصير رفع الدعم. انا بقول لك بكره انا بذكر بعضنا ما بده يصير رفع دعم، بيصير ترشيد للدعم بس رفع دعم ما راح يصير. طيب ترشيد بس، حتى الترشيد يعني يمكن ترشيد انه شو يعني انه يكون له تداعيات غير شعبيه؟ يعني تنظيمه ترشيد انه في شغله مثلا عم ندعمها، إذا بدي أدعم الكماليات شو بدي فيه أدعم الكماليات؟ شو بدي فيه؟ كافيار ولا هذا؟ نعم، بالعودة للموضوع، إذا ما بده الرئيس يفعل حكومته لذلك يعني. هذا أنا معلوماتي إنه في بلغصة، في بلغصة صارت بهذا الموضوع إنه طيب بدليل إنه شو 19 مليون دولار للتوظيفات، توظيفات شو؟ أنا قبل ما فوت على هذا الاستديو وأبواب ساعات سمعت إنه في رشوة صارت لبعض الكبار المسؤولين بالوزارة إنه سكتوا عن هذا الموضوع نهائياً. كبار المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية يعني إنه وظفوا اللي بدكم ياخذوا وظفوا كذا، اعملوا كذا بس اتركونا نعرف نشتغل. بعلم الوزير هذا الأمر يعني أو يفترض إنه يكون بعلمه، يفترض بيكون بعلمه لأنه هو مستفيد من هذه التوظيفات. هيك انا معلوماتي يعني. وزير الشؤون الاجتماعيه رمز الشرفيه مستفيد من التوظيفات. انا سمعت في انه في برنامج قرض البنك الدولي، سمعت انا معلومات بتقول انه البنك الدولي طلب انه هو يتعاطى بكل التفاصيل. نعم. وانه وبشكل يعني انه ما تعرقلوا، ما تعملوا شيء، في راح يصير توظيفات بتنفيذ المشاريع انتم فيكم تستفيدوا منها. هذا اللي سمعته، اكثر من هيك ما سمعت. لكن انه سؤال انه هذه المساعدات بدنا نوزعها على الناس، هل راح توصل لكل الناس؟ هاي واحد. اثنين، توزيعها تسهيلها ماليا كيف؟ على اي اساس؟ اي سعر بالدولار؟ ما انحكى انه في سعر جديد هلا أو 6200 وشي يعني. شو هذا يعني؟ عم نخلق سوق جديد للدولار؟ في سوق سوداء، في سوق في ال 1500 وفي ال 3900 وفي الاسود تسعة وبتطالع بلش هلا بنطلع الستة. وهذا ايضا يستدعي طبعا المزيد من العملة بعدين يعني. انا بدك رأي، بده يكونوا منصفين للناس، يعطوا للناس بالدولار، خلي المواطن يستفيد. طالما انك انت ناوي تساعدني وهي مقرره بالدولار، ليش بدك تحولها باللبناني؟ اتركني انا حر. اذا هيك، اذا القصه هيك، ليه بدهم يعني؟ الا اذا كانت الدوله بدها تستفيد، بصرف لبنان بده ياخذ هاي المصاري ليجمع احتياطي جديد بالدولار عنده.
الا اذا كان هو هيك هو. نعم. على كل حال عم يعملها يعني مصرف لبنان في كثير قصص عم يعملها مصرف لبنان، عم يعملها بمعاشاتنا وعم يعملها بكل قصه. بيقولوا لك ما في هيدي هيركات موجود صحيح. لا وبهذا الموضوع بالذات يعني صرح مسؤول البنك الدولي بالشرق الاوسط انه الحكومه اللبنانيه ارادت او اختارت وفضلت انه يكون هذا القرض ان يعطى للناس المستفيدين منه بالليره اللبنانيه وليس بالدولار. ايه لحتى ياخذوا الدولارات هن. لحتى ياخذوا الدولارات هن. بس المشكله الاساسيه هي باختيار العائلات التي تستفيد. وهون السؤال الأكبر، هون رح نفوت على لعبة الانتخابات. من يحدد من هو الفقير؟ من يحدد من هو الذي يحتاج اليوم لأموال ومن الذي القوى السياسية يفترض أن يستفيد؟ بكرة القوى السياسية بطريقتها بألاعيبهم الخفية وغير الخفية بفوتوا على الموضوع، بصير كل واحد بده يأخذ لجماعته. بس الوزير عم بيأكد أنه رح يكون بصير شفافية، في ناس مش عايزين بيصيروا عايزين. الوزير شو عم بيأكد انه راح يكون في شفافيه، ما راح تفوت المحسوبيات، وانه راح يكون في فرق ستتوجه لكل منزل لتتاكد من وضعه الاجتماعي الرسميه. بالمؤسسات الرسميه بامن بمؤسسه وحده قادره انه تكون شفافه بهيك مسائل، هي مؤسسه العسكري، مؤسسه الجيش. خارج مؤسسه الجيش ما تأمل انه يكون في شفافيه بتوزيع هيك مسائل، لانه برجع بقول لك رح تفوت المصالح الحزبيه. وقلت لك ما نحن جايين على انتخابات، مصالح انتخابيه. نعم نعم، هذا للاسف يعني. بعدين البنك الدولي اذا بده يحط ايده على الموضوع يعني كمان. هلا من ميلي ممكن واحد يقول انه هودي مؤسسه دوليه بتضمن انه كذا، بس وقت بدي اسمع في 19 مليون دولار للتوظيف مش شو هو. بس هون في شيء 19 مليون دولار يعني بيعمل. اليوم اذا في فعلا توظيفات وجزء يعني من هذا القرض راح يروح لصالح هذه التوظيفات وللاستشارات وما الى ذلك، يعني بطريقه غير نزيهه يعني مثل ما عم توحي حضرتك. يعني هل البنك الدولي شريك يعني في هذا الفساد؟ البنك الدولي له هذا، كيف يسمح؟ ما طالما عم نسمع انه ما راح يقبل بشيء الا ما يكون هو موافق عليه وعنده شروطه وعنده له هدف. البنك الدولي وما خلفه له هدف، ممكن مصلحته انه خلينا ماشي الحال من اليوم ب 18 19، ممكن له هدف مقابل تمرير شروط اخرى يعني مثلا طبعاً. مثل برنامج الاغذيه العالمي. هذا المعلومه اللي عندي انه في بده يوضع ايده على كل المسائل البنك الدولي، ما بدوش حدا يزعجه. قال له روحوا اعملوا هذه واعملوا توظيفات، هذه القصه. هذه كمان تستتبع ربما لاحقا كيفية تعاطي صندوق النقد الدولي مع موضوع لبنان وشروط صندوق النقد الدولي. طيب مثلا ما هون المؤسستين نحن وصيتنا بالفساد يعني صار معروف، مشان هيك في علامات استفهام انه هل يمكن ان نمرر فسادا بهذا الحجم بوقت انه كل الاعين اليوم هي على فساد لبنان وفساد مؤسسات الدولة؟ ايه انا معك، لازم يكون في رقابة دولية مظبوط. والصندوق النقد الدولي لا، والعين علينا بهالموضوع بالذات. في اشياء كثيرة لازم الصندوق النقد الدولي اذا صار في تعاون معه في اشياء كثيرة ينوثق فيه وبيعملها، بس اذا اشياء بتمس السيادة اللبنانية انه يعني يصير الصندوق النقد الدولي يملي سياسات او يفرض على لبنان سياسات ساعتها هونيك القصة. بس انا ما حدا ضد انه المؤسسة الصندوق النقد الدولي تساعد بتطوير هذا القطاع بدعم هذا القطاع، علما انه هذا قرض وسنرد هذا القرض ورح نرد بالاخر يعني رح نبقى لسنة 2033 لسنة 2033 رح نضل عم نرد خطر نحن هذا الدين. نحن بلبنان الطبقة السياسية وغيرها بيخلطوا بين شيء اسمه مساعدات وبين شيء اسمه قروض، فبتطلع عنا القصة انه عم بالمجتمع الدولي عم بيساعدنا قرض من البنك الدولي، قرض من البنك الاوروبي للاستثمار، قرض ما بعرف مين. يا خي هاي قروض مش مساعدات، مش مساعدات. بيساعدك بيقول لك يا خي خذ لك المليارين، خذ لك الخمس مليارين ببلاش ببلاش. هاي المساعدة الهبة، هاي الهبة. بس انه واحد اقرضني ولو لو بميسر بالاخر هذا قرض بدي رده. ليش بدي اقول عنه مساعدة؟ بيجيبوا مثلا مرات بيشتروا معدات للجيش من الامريكان وكذا، بيقولوا هاي مساعده امريكيه. طيب بدافع حق الجيش، ليه بدك تقول عنها مساعده؟ اي مؤسسه ثانيه في في
في اشياء عن جد. لا هلا هون واضح يعني من الاول حتى الوزير اوضح انه هذا قرض وليس هبه. يعني والدوله سترد هذا القرض طبعا على يعني مدى سنوات طويله. بدي يطير منه 19 مليون ما بعرف كيف بده يطيره يعني. انا بشك بهذا الموضوع. بتعرفي اللبنانيه بس طالما يعني تفتحت العين على هذه النقطه بالذات، هل يمكن ان تمر داخل اللجان المشتركه وداخل ما بتمر؟ ليش ما جهاز الوزاره، وزاره الشؤون الاجتماعيه ما عندهم جهاز اداري هو يتولى هذا الموضوع؟ ليش بدي اجيب اعمل استشارات؟ يعني مش بحاجه لموظفين، ما انه بحاجه لشو لا بدي اجيب موظفين ووظف موظفين. لا يا اخي بياخذ كم مليون دولار بظبط الوزاره، بعملها بحزز لها ماليتها وبطور لها اداراتها بالتكنولوجيا وبالكذا، ليش بدي اروح اطلب 19 مليون دولار؟ 19 مليون بتعرفي شو يعني، شو بيعمل 19 مليون دولار؟ كل شيء فيه محتاجين قد ايه، عندي عائلات قد ايه بتستفيد منه. أليس من الممكن أن تكون هناك جهات أخرى مستفيدة وليست وزارة الشؤون الاجتماعية؟ يعني البعض عم بيقول أنه قد تكون وزارة الشؤون اليوم بالعكس مبعدة عن هذا الموضوع ومراد لها يعني أن تكون الواجهة وصلاحياتها تكون محدودة لوضع هذه المهمة بأيادي أخرى. يراد لها أن تكون واجهة وزارة الشؤون الاجتماعية، لأنه الاستفادات رح تكون من خارج. بكرة بتشوف فيها القوى السياسية تعالي بكرة بتشوف. مع الأسف يعني، ولكن نحن بأشد الحاجة شوفي كنت بلش لأنه يقرب هذا القرض على رغم كل هذه المساوئ وهون الطامة الكبرى يعني يمكن يمرروه مع كل العلاقات لأنه الناس بحاجة لأموال في عيالها قدمت طلبات إن شاء الله هذه الضجة المسارة حول الموضوع يعني تكون كشفت العيون على الموضوع ويقرب الطريقة اللي بتناسب هذه الطبقة السياسية كأنها مصرة أنه تسلمنا البلد رماد، ما بتستسلم لك. هذا الحراك الشعبي اللي بلش بريء وطاهر ب 17 تشرين أول، بعد خمس أيام فاتوا عليه وبلشوا تقريب فيه وخربوه. لا لأنه هذا هز أركانهم كلهم، هذا هز أركانهم هذه الطبقة السياسية.